دي بقى الشارت اللي بتوري لنا كل انواع اليوز ايرور. وطبعا من الاول خالص مش نلاحظ على طول الجزء بتاع الان انتندد فيرسس الانتندد. اوكي، ان انتندد دي معناها ان هي دي الحاجه اللي هي غير مقصوده، والانتندد دي اللي هي مقصوده. طبعا بتكلم على انتندد، وابنورمال دي مش دي مالناش دعوه بيها خالص. يعني بمعنى ان انا دلوقتي انتندد وكان قصدي ان انا يعني استعمله بطريقه غلط، دي يعني دي اكيد زي ما قلت كده اي جهاز يعني بيسكلي ممكن اعتبره طوبه، يعني ممكن ارمي بحد بيه فهيتاذي. فالنقطه ان انا لو بتكلم على الانتندد وابنورمال دي ما لا يمكن ان احنا نعمل اي حاجه عشان تمنعها خالص، ودي مش مفروض ان احنا نبني عليها اي ديزاين طبعا بالتاكيد. لو انتندد وكوركت خلاص هي الدنيا سليمه كده، ده الوضع الطبيعي اللي هو انتندد وكوركت، ده الوضع الطبيعي بتاعنا. الوضع بقى اللي غير طبيعي او اللي هو اللي احنا بنحاول ناخده في اعتبارنا في الديزاين عشان نحاول نقلل المشاكل اللي بتحصل منه هو الـ unintended، وفي عندي use error somehow. اوكي، طبعا انا بتكلم هنا على الـ use error ده، ممكن ان احنا نتكلم عليه بكذا ليفل. ممكن نتكلم حاجه اسمها slip، حاجه اسمها lapse، حاجه اسمها mistake. slip دي بتبقى اساسا يعني ممكن تبقى يعني نقص في التركيز، يعني ممكن اقول ان هو الشخص ده مش منتبه. اوكي، فمعنى كده بتكلم على ان انا نسيت حاجه، او يعني في حاجه يعني عملتها بالعكس، او الاوردر بتاع السيكونس اللي انا المفروض اعمله دوت عملته بطريقه خاطئه، او ان انا المفروض ان انا اعمل حاجات في اوقات معينه ما عملتهاش في الاوقات دي. فدي بتبقى جايه نتيجه لان الشخص اللي بيعمل الحاجه دي مش منتبه. اللابس بتبقى مختلفه شويه. اللابس دي معناها ان انا يعني نسيت حاجه، يعني ميموري فيلير، يعني ممكن اوميت بلاند ايتم، ان انا وانا في وسط مثلا تشغيل الجهاز دوت يعني عملت حاجه وبعد كده رجعت مكان ما كنت، ما عرفتش انا فين، ما عرفتش انا كنت بعمل ايه ورايح فين. ممكن نكون برضو نفس الكلام، يعني مثلا دكتور هو قاعد على مريض مثلا وقاعد بيشتغل مثلا بيعمل سكاننج لمريض مثلا او الترا ساوند ولا حاجه، يعني كان بيشتغل في اريا معينه وبعد كده يجي بعد كده يعني تركيزه يعني او ينسى مثلا ويلاقي نفسه هو مش عارف هو كان بيعمل ايه بالظبط، او هو المفروض يعمل سكاننج لايه بالظبط، او هو مثلا كان شاف حاجه ورجع تاني عشان يعني يبص عليها تاني، ف بيسكلي كان مش واخد باله او نسي هو كان بيبص على ايه. فالسليب واللابس دول حاجات طبعا احنا كلنا معرضين ليهم، يعني السهو والخطأ دول بيبقوا حاجات، او السهو والنسيان يعني ممكن يبقى حاجات بتبقى فيها يعني واردة لأي حد فينا ان هو ممكن يعملها. ميستيك بقى مختلفة شوية، وميستيك دي على فكرة ممكن تعمل ان انتندد وممكن تعمل انتندد. الان انتندد ميستيك بنتكلم على حاجات مثلا ليها ثلاثة كلاسيفيكيشنز، يعني اول حاجة رول بيزد ايرور، ان انا دلوقتي عندي قاعده سليمه، انا بطبق قاعده سليمه وانا بشغل الجهاز بس طبقتها بشكل غلط. اوكي، يعني ايه؟ يعني مثلا المفروض ان انا مثلا المريض مثلا يبقى يعني سيديتد مثلا عشان نعمل ام ار اي. كويس، انا مثلا عملت حاجه ما يعني عكس كده. اوكي، يعني او عملت مثلا سيديشن بعد ما المريض طلع مثلا. اوكي، بعد ما المريض مثلا خلاص قرب يخلص الاسكان او في وسط الاسكان مش في اول الاسكان. بتكلم على ابلكيشن اوف ا باد رول، يعني انا دلوقتي عندي قاعده خاطئه بس انا مش عارف انها خاطئه، مش عارف ان القاعده دي غلط وطبقتها على حاله يعني موجوده وطبعا نتيجه لكده عملت خطا. او ممكن اتكلم على النولج بيزد ايرور اللي هي ميس ابلكيشن اوف ا جود رول، يعني معناها ان في قاعده صح بس انا يعني مش فاهم استعملها ازاي فاستعملتها غلط. وفي حاجه اسمها نيساينت ايرور اللي بتكلم على حاجه زي روتين فايوليشن، يعني بتكلم ان في مثلا روتين معين المفروض اعمله خطوات معينه، يعني انا يعني عملت خطا ان انا قلت لا مش مشكله الخطوه دي اعمل اللي بعديها. او حاجه اسمها ويل مانت اوبتمايزيشن، انا شايف مثلا الجهاز دوت في خطوات كتير المفروض اعملها وبعد كده قلت لا ده شكل كده الخطوه دي ملهاش لازمه فخلينا نوفر وقت ونعمل يعني نعمل سكيبنج الخطوه دي او نعملها بشكل مختلف بحيث ياخد وقت اقصر. ف ويل مانت اوبتمايزيشن ده معناها ان انا دلوقتي تخيلت ان في حاجه معينه انا هعملها هتخلي البرفورمانس احسن بس الكلام ده ما كانش صح، يعني هي ما هياش مقصود ان يحصل منها خطا، يعني الشخص اللي بيعملها بيعملها بنيه سليمه بس النيه السليمه دي ما كانتش في محلها، يعني كان بيستعمل حاجه خاطئه. او بعمل شورت كات، شورت كات دي معناها زي ما بقول برضو ان انا في حاجات معينه بتتعمل بسيكونس معين انا باباي باس حاجه، او ان انا بدل ما بعمل حاجه بالطريقه السليمه بتاعتها لا بعملها بطريقه تانية، يعني الطريقه التانية دي ما هياش مظبوطه. بنفس نفس الكلام كده بالظبط.
في حاجه اسمها improvisation in unusual circumstances، يعني basically انا بعمل حاجه، يعني لو في عندي وضع مثلا عمري ما شفته قبل كده، والوضع دوت يعني ممكن شخص ان هو يستنى شويه او يتأنى شويه، هو بيبص الوضع دوت او يسأل حد مثلا بيفهم فيه اكتر منه، وفي حد تاني لا ممكن يفتي فيه، يعني ممكن هو ياخد الوضع دوت ويقول لا انا ممكن اجرب كذا. اوكي، يعني بمعنى ان احنا نتصرف في unusual circumstances بتفكيرنا كده، من غير ما نرجع لحد ممكن يكون عنده يعني exact knowledge في ايه اللي المفروض يتعمل. دي حاجة طبعا مش صح، يعني دي خطأ برضو. يعني ممكن مثلا لو فرضا الممرضة مثلا قررت انها تعمل حاجة او تدي مثلا المريض حاجة زي دواء مثلا، المفروض مش المفروض انها تديله الدواء ده، لازم الدكتور هو اللي يكتب له الدواء دوت. هي شافت ان الحاله دي كانت شافتها قبل كده مثلا، ومعتقده ان هو مثلا ان هي دي نفس الحاله، فممكن انها تدي نفس الدواء. فالكلام ده طبعا بيبقى ساعات خطأ كبير، وطبعا لو كنا بنتكلم على تشغيل جهاز طبي بيبقى نفس الحكايه بالظبط، لازم الشخص اللي عنده النولج هو اللي يعملها، مش الايه مش الـ مش الـ مش حد تاني او مش حد ما عندوش النولج دي. فني ساينت ايرورز دي بنتكلم على اخطاء نتيجه للجهل، يعني الشخص نفسه اللي بيعمل الخطا دوت بيبقى بيعمله عن جهل، ما بيعملوش عن مالس، ما بيعملوش عن ان هو عنده نوايا شريره. اوكي، طبعا احنا ممكن نتكلم على ان الميستيك دوت ممكن نتكلم عليه ان هو انتندد، يعني انا دلوقتي قاصد، بس ايه يعني هو قاصد من ناحيه ان هو وهو بيعمل الحاجه دي كان قاصد ان هو يعمل الحاجه دي فعلا، بس اكشولي هو ان انتندد من ناحيه ان هو ايه، من ناحيه ان هو ما كانش قاصد ان يحصل منه هارم، يعني هو كان معتقد ان دي طريقة سليمة ان هو يعمل الحاجة اللي هو عملها دي. فدي طبعا حاجة من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا، دي الانواع المختلفة اللي احنا ممكن ان احنا نلاقيها في اليوز ايرورز.